هذه الزيارة في البداية كان يعني رد على الجميل الذي قام به العراقيون من كافة الأطياف والتيارات السياسية. الموضوع الآخر فيما يتعلق بزيارة السيد باقر كاني إلى العاصمة العراقية هو فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها يعني من يمكن القول من أهم هذه القضايا هي التعاون الاقتصادي أو تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومنها ومن هذه المجالات التعاون الاقتصادي هو موضوع الربط السككي بين إيران والعراق نعم عبر منفذ شلمشة الإيراني، ولإيصال مدينة خرمشهر الإيرانية عبر شلمشة إلى مدينة البصرة. هذا الموضوع المهم الذي يبحثه وزير الخارجية الإيراني بالوكالة مع الجانب العراقي. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالعلاقات، العلاقات الثنائية بين إيران والعراق، هي الاتفاق الأمني الموقع بين إيران والعراق فيما يتعلق بإقليم كردستان وتنفيذ بنود هذا الاتفاق. من القضايا الأخرى أيضا موضوع، وكما أشار إليه ضيفكم الكريم، هو موضوع القضية الفلسطينية. نحن نعلم بأن المقاومة الإسلامية في العراق هي طرف فعال في مواجهة الكيان الإسرائيلي والتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.